بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الإخوة الكرام الحضور، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في هذه الندوة التي تأتي ضمن سلسلة ندوات تنظمها قناة المرابطون بمناسبة الذكرى 56 لعيد الاستقلال الوطني. هذه الندوات ستستمر على مدى 4 أيام، في كل مساء هناك ندوة، والموضوع عن إعادة كتابة تاريخ المقاومة الوطنية، الخلفيات والمقتضيات. سيكون برنامج سيكون برنامج هذه الأمسية كالتالي. افتتاح إن شاء الله بالقرآن الكريم، ثم نسرد جدولاً أو برنامجاً تفصيلياً لهذه الندوات، ثم كلمة للمدير العام لقناة مرابطون، ثم نبدأ إن شاء الله الجلسة الأولى. نبدأ بخير الكلام مع الأخ طيب المعروف يقرأ لنا من كتاب الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. صدق الله العظيم. برنامج هذه الندوة إن شاء الله سيكون كالتالي، أو جلسات هذه الندوة. الجلسة الأولى وهي اليوم الخميس 24 نوفمبر 2016، عن المقاومة المسار والمعالم. سيتحدث الدكتور محمد رميم السيد المختار، أستاذ التاريخ والحضارة بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، عن هذا المسار وعن هذه المعالم. ثم يتحدث الدكتور دادود العبد الله الوزير والسابق والكاتب المعروف، ثم يتحدث أيضا الدكتور حماه الله السالم الأستاذ التاريخ بجامعة نواكشوط. الجلسة الثانية غدا إن شاء الله يوم الجمعة مساء طبعا، ستتضمن أيضا موضوع كتابة تاريخ المقاومة. يتحدث أولا الدكتور أحمد والمحمد المصطف، ثم سيد عمر الشيخنا، ثم علي السيسي. الجلسة الثالثة يوم السبت 26 نوفمبر 2016، يدير الجلسة الأستاذ أحمد للوديعة، والموضوع عن المقاومة الثقافية الأثر والاستمرارية مع الشيخ الخليل النحوي، ثم الأستاذ يحيى والحريمو، ثم الأستاذ إسماعيل والموسى. الجلسة الرابعة يوم الأحد 27 نوفمبر 2016، يدير الجلسة محمد فاول الشيخ،
عن استمرار الموضوع، استمرارية مشروع المقاومة. دكتور محمد المختار والسيدي محمد والأستاذ محمد بن الرباني والأستاذ أحمد والهارون والشيخ سيدية. إذن هذا هو برنامج إن شاء الله الندوات خلال الأيام الأربع القادمة. الآن مع كلمة للسيد المدير العام لقناة المرابطون الأستاذ ملاوي الإبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الحضور الكريم، مشاهدي ومشاهدات قناة المرابطون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا يسعني في مفتتح هذه الكلمة إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكافة الحضور الذين شرفونا بحضورهم لهذه الندوة التي تأتي في إطار تخليد الذكرى 56 لعيد الاستقلال الوطني. أيها الجمع الكريم، تأتي ندوتنا لهذه السنة تحت عنوان عادة كتاب تاريخ المقاومة الوطنية، الخلفيات والمقتضيات، سعياً منا في قناة المرابطون إلى أن يجتمع الباحثون والمفكرون والأكاديميون على كلمة سواء تلم شتات ما تناثر في الذاكرة الجمعية، وما تفرق في بطون الكتب، وما عبثت به يد الزمن من تاريخ هذا البلد الذي أحوج ما يكون إلى تاريخ مرقون يأوي إليه الباحث عن الحقيقة. أيها الإخوة الأفاضل، إنها لفرصة تاريخية لكي نناقش هذا الموضوع الحساس بمستوى عال من الموضوعية والحياد والتجرد والعلمية بعيداً عن التجاذبات. علنا نضع لبنة تكون مرتكزاً لإعادة كتابة تاريخنا الوطني بأمانة وموضوعية. وفي الختام، أتقدم بجزيل الشكر لكل من أسهم في إنجاح هذه الندوة من قريب أو بعيد، وأتمنى لعملكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن إن شاء الله نقرأ ورقة إثارة، أو على بالأحرى مقدمة لهذه الجلسة إن شاء الله، وهي جلسة المقاومة المسار والمعالم، قبل أن يتحدث الدكتور محمد الأمين. الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الندوة التي تمثل بداية لسلسلة ندوات تنظمها قناة المرابطون بمناسبة العيد 56 للاستقلال الوطني. اختارت قناة المرابطون موضوع إعادة كتابة تاريخ المقاومة الوطنية، الخلفية والمقتضيات، عنوانا لهذه الأمسيات نظرا للجدل الدائر حولها هذه الأيام، وبالنظر كذلك إلى أهمية الحديث عن هذه المقاومة بشكل علمي موضوعي بعيدا عن التحيز والمؤثرات غير الموضوعية التي تطبع بعض جوانب السجال الدائر حاليا حول المقاومة ومجمل تاريخنا الوطني. وتسعى القناة من خلال الحديث عن المقاومة إلى منح فرصة للباحثين والمهتمين بالتاريخ الوطني لطرح وجهة نظرهم حول هذا الموضوع في جو حواري تفاعلي مفتوح يمكن من إثراء النقاش والتوصل إلى خلاصات مهمة حول هذا الموضوع، والذي يشغل بال الموريتانيين خلال الاحتفالات السنوية بعيد الاستقلال الوطني كل عام. إن التطرق لتاريخ المقاومة الموريتانية حجماً وتأثيراً أصبح ملحاً نظراً للشكوك التي يثيرها البعض تجاه هذه المقاومة والصراعات التي حدثت أثناء وبعد مرحلة الاستقلال، فضلاً عن الصراعات السياسية والقبلية التي كانت وما تزال سبباً لجدل لا يتوقف عن المقاومة في موريتانيا. نتمنى إذن أن تسهم هذه الندوة وما سيعقبها من جلسات ونقاشات في تسليط الضوء على المقاومة الموريتانية، ليس من أجل تضخيم دورها أو تقزيمه، وإنما من أجل قراءة أمينة للتاريخ كما هو، أو بالأحرى كما تسنى لنا أن نتعرف عليه. مستحضرين مقولة المرحوم الدكتور جمال الحسن التي يقول فيها إن تفسير التاريخ بعد وقوعه نوع من الافتراض. وأحيل الكلمة للدكتور محمد الأمين السيد المختار ليبدأ جلسة الحديث عن المقاومة الموريتانية، المسار والمعالم. تفضل دكتور. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بداية أشكر قناة المرابطون على هذه السانحة، وكذلك أزف التهنئة إلى الجميع بمناسبة ذكرى 56 لاستقلالنا الوطني. وأود بداية قبل أن أتحدث حول هذا الموضوع
أن أعتذر للحضور بحكم هذا التكليف الذي فرض علي الحديث أمام مجموعة من أساتذتي أجلهم وأقدرهم، وسيكون ما سأقدمه في حقيقة الأمر هو جزء يسير مما قدموه إلي جزاهم الله خير، خصوصاً السيد الدكتور عبد الودود عبد الله الدكتور حماه الله والسالم، والذين بطبيعة الحال هم أولى بالحديث حول هذا الموضوع مني. لكني سأحاول في البداية أن أقدم مداخلة فقط، اخترت أن أسميها مداخلة حول هذا الموضوع لتكون إن شاء الله بداية للحديث حوله بشكل أكثر دقة وبشكل أكثر عمقاً. وقبل هذا الحديث أود أن أبرز بعض الملاحظات. أولى هذه الملاحظات تتعلق بالحديث عن تاريخ هذه المقاومة أو محاولة التأريخ لهذه المقاومة والإجابة على سؤال متى بدأت هذه المقاومة، لأن في الواقع ما يكتب وما يثار حول هذا الموضوع كثيراً ما يتجاوز فترة من فترات هذه المقاومة، لأنه في أغلب الحالات نتحدث عن وقائع المقاومة التي تمت بعد ضم أجزاء من موريتانيا الحالية، ونتناسى جهداً مقاوماً ومراحل من المقاومة كانت قبل ذلك في الضفة اليسرى للنهر أيام كانت تواجه إمارة ترارز التي كانت لها نفوذ، وبعض إمارة البراكنة وحتى إمارة أولاد مبارك، وتواجه النفوذ الأوروبي عموماً والنفوذ الفرنسي في هذه المناطق. إذن فكثيراً ما يتم تجاوز هذه المرحلة والحديث عن هذه المرحلة من مراحل المقاومة التي كانت في بعض الفترات وفي بعض المراحل كانت تكون مقاومة شرسة. ندرك حروب محمد الحبيب وفيدرب، وكذلك طبعاً بدايات حتى المقاومة اللي ترتبط ببدايات الوجود الفرنسي اللي بدأ من الثلث الأول من القرن السابع عشر تحديداً من 1638 بدأ الفرنسيون بعد تأسيسهم لسين لوي، ومنذ ذلك التاريخ طبعاً كان في البداية بلا شك وجودهم وجوداً تجارياً محضاً لخدمة بعض المصالح التجارية. سيتطور الأمر لاحقاً وستبدأ الأغراض التوسعية لاحقاً. يعني الشاهد المقصود بأن يجب أن نهتم ببواكير هذه المقاومة، بالإرهاصات الأولى لهذه المقاومة، وأن لا نختزل المقاومة فيما حدث بعد إعلان الحماية وبعد دخول الفرنسيين تحديداً وكبولاني تحديداً إلى المجال الموريتاني والضفة اليوناء لنهر السنغال. إذن فهذه الملاحظة أود أن أشير إليها. إذن بحاجة إلى أن نراجع لتأريخ المقاومة لبدايات المقاومة، والملاحظة الأخرى تتعلق كذلك بالمجال. فحديثنا كذلك عن المقاومة، نعرف بأن المشروع الأول مشروع موريتاني الذي قدمه غزافي كبولاني في نهاية القرن التاسع عشر سنة 1899 كان طبعاً بطبيعة الحال يتجاوز المجال الحالي، كان يضم الزواد وأجزاء من جنوب المغرب ومناطق من المغرب الأقصى حالاً، وتم تقليص طبعاً هذا المشروع لاحقاً. وأكثر من ذلك بقية كذلك أقاليم من موريتانيا الحالية كانت تخضع لنفوذ السودان الفرنسي، كانت تتبع لإقليم السودان الفرنسي منطقة الحوض، نعرف بأنها سوف لن تتبع إدارياً للمجال الموريتاني إلى سنة 1944. إذن فحديثنا كذلك عن المقاومة يجب أن لا يركز فقط على موريتانيا وحدودها قبل سنة 1944، وإنما يجب أن ينسحب على الأقل بعد على حدود موريتانيا الحالية، وبالتالي يكون حديثنا عن دخول الفرنسيين إلى بلاد الحوض الذي كان في نهاية القرن التاسع عشر، وصولهم الباسكنو سنة 1899، وكذلك أحداث المقاومة في هذه المنطقة، وبالتالي تكون نظرة شمولية. يعني نتحدث عن المقاومة في المجال على الأقل الموريتاني الحالي إذا لم نريد الحديث عنها في المجال الأوسع. إذا أعتقد بأن هذه الملاحظة كذلك حري بنا أن نقف عندها.
أعتقد كذلك أنه من المهم في الحديث عن المقاومة أن نحدد يعني هدفاً كبير، هدفاً عاماً، ومضمون هذا الحديث كذلك مضمون ما تناول المقاومة يجب كذلك أن ينطلق من مشروع يتجاوز الأطر المحلية الضيقة إلى مشروع وأفق الدولة الوطنية. وهذا للأسف ما لا نلمسه في بعض الحالات على الأقل، وفي حالات من التناول نجدنا السيرين في بعض الحالات لأطرنا الضيقة القبلية أو الفئوية أو الجهوية في بعض الحالات. إذن فنحن نتحدث عن مقاومة وطنية، نتحدث عن مقاومة لهذا المجال عموما برؤيتي وبروحي وبفلسفة الدولة الوطنية، ليس بروحي ولا بفلسفة الأطرنا الضيقة. أعتقد أن هذا الجانب كذلك حري به أن ينتبه إليه. مع ذلك وطبعا كما أشرت أن بدايات الوجود الفرنسي في هذه البلاد بدأت، وحتى الأوروبي بدأت مبكرة، وإن كان حديثنا أساسا عن مقاومة الوجود الفرنسي الذي قلنا بأنه بدأ منذ الثلث الأول من القرن السابع عشر، بدأت فرنسا من الثلث الأول للقرن السابع عشر تؤسس مستعمرات ويكون لها حضور تجاري على الضفة اليسرى لنهر السنغال وتحديدا في منطقة سين لوي، وأصبحت تم تأسيس سين لوي تحديدا سنة 1638. ومع ذلك سنلاحظ أن هذه المستعمرة وهذا المجال سيتوسع شيئا فشيئا، وستبدأ فرنسا في التوسع والتوجه وتوسيع هذا المجال ابتداء من تحديدا من عهد فيدر. طبعا قبل ذلك كانت هنالك مرحلة الاستعمار الزراعي مع فترة شمالتز وصراع مع أمير تلالز عمر المختار، ثم بعد ذلك جاء فيدرب في منتصف القرن التاسع عشر وبدأ في التوجه إلى ضم كامل الضفة اليسرى لنهر السنغال، واعتبار كما كان يكتب في رسائله إلى محمد الحبيب أن يجعل النهر حداً فاصلاً بين المسلمين والنصارى، يعني أن يكون النهر هو الحد الفاصل بين مناطق النفوذ الفرنسي ومناطق النفوذ إمارة تلالز في ذلك التاريخ. ونحن نعرف الصراعات المريرة التي حدثت بين الفرنسيين وأمراء تلالز في ذلك الزمن، خصوصاً صراعهم لضم على منطقة جولف ووالو وكايور. ونعرف مقولة فيدرب في رسالته التي وجهها إلى الفرنسيين والتي يقول لهم فيها أن من يريد من تلالز التخلي عن والو جولف وكايور ووالو كمن يريد من فرنسا أن تتخلى عن الألزاس واللورين. إذن فكانت إمارة تلالز حريصة على مناطق نفوذها في هذه المنطقة، ودافعت بكل الوسائل في ذلك التاريخ حماية لمصالحها ولنفوذها في هذا المجال. طبعاً فيدرب بدأ في سياسة التوسع، بل أنه كان يفكر حسب ما يبدو في تجاوز حتى النهر، لأنه كان يقول بأن التحكم في هؤلاء البغان يتوقف أولاً على احتلال كتلة هضاب تقانت وأدرار والتي توفر لهم ملاذاً آمناً ومصدراً للتموين. يعني فهو كان يدرك جيداً أن السيطرة على هذا المجال، التحكم في هذا المجال تتطلب التحكم واحتلال ما سماه كتلة هضاب أدرار تقانت وأدرار، واعتبر هذه المنطقة بأنها مهمة، عمق استراتيجي مهم للبغان كما يسميهم، ولأنها توفر لهم ملاذاً آمناً ومصدراً للتموين. وكان طبعاً كان يرى بأن يجب أن يتحقق هذا التوغل بالطرق السلمية، وطبعاً كان هذا المشروع كان عند الفرنسيين في ذلك التاريخ، لكنه يبدو أنه توقف ابتداء من سنة 1870 ليستأنف طبعاً لاحقاً ابتداء من بداية القرن العشرين. طبعاً خلال هذه الفترة كذلك سنجد بأن الفرنسيين بعثوا مجموعة من الرحالة الاستكشافيين لجمع معطيات عن هذا المجال، معطيات تتعلق بطبيعة السكان، بثقافتهم، بالتعرف أكثر على حتى المعطيات الاقتصادية، إمكانية وجود بعض المعادن، بعض الموارد، يعني تقديم تصور وجمع قاعدة بيانات وحصيلة معطيات شاملة عن هذا المجال. وطبعاً بلا شك سنجد بأن هذه الحملات وهؤلاء المستكشفين سيوفرون كماً هائلاً من المعلومات والمعطيات للفرنسيين، وبواسطة هذه المعلومات وتعرفهم على طبيعة هذا المجتمع طبعاً سنلاحظ بأنهم سيبدأون في التفكير
للسيطرة والتواضل داخل هذا المجال. نعم، بطبيعة الحال كما أشرنا بأن جزافة كوبولاني قاد رحلة أولاً قبل أن يصل إلى ترارزة، كانت رحلته إلى بلاد الزواد، وطبعاً اتصل هناك بعض قبائل البرابيش ومشروف، وتعرف عن قرب على طبائع وعادات هؤلاء السكان، وطبعاً بدأ يفكر يعد مشروعه الأول. كان مشروعه الأول كما أشرت موريتانيا التي تشمل طبعاً المجال البيضاني بشكل عام، الذي يضم كما أشرت موريتانيا الحالية وأزواد وأجزاء من جنوب المغرب وجنوب كذلك الجزائر طبعاً، لكن كان ما كان يسميه بموريتانيا الغربية الموسعة اللي تنطلق من نهر خاي وتيمبوكتو إلى التخوم المغربية والجنوب الجزائري. لكن كما أشرت أن هذا المجال طبعاً كان مجالاً متسعاً، وكانت كذلك أجزاء منه تقع في نفوذ، وهنالك صراع بين القوى الأوروبية على أجزاء من هذا المجال بين الإنجليز والفرنسيين والإسبان، وبالتالي لم يكن من الممكن تنفيذ هذا المشروع في ذلك التاريخ، واستقر الأمر في نهاية المطاف على مشروع موريتانيا الغربية الأصغر، واللي تشمل تقريباً هذا المجال بعد أن أضيفت، طبعاً ستضاف إليه لاحقاً كما أشرت، بمنطقة الحوض ابتداء من سنة 1944. وطبعاً نلاحظ بأن التقارير التي أشرنا إليها كان يقدمها المستكشفون كانت تحاول أن تعطي صورة عن طبيعة هذا المجتمع، وطبعاً كان في مستوى من الملاحظة الفرق الشاسع بين هذا المجتمع والمجتمعات الأخرى التي عرفوا حتى في شمال إفريقيا. فهنالك تقرير، خلاصة تقرير مقدم إلى وزارة المستعمرات، يشيرون فيه إلى أن المستوى الثقافي والفكري والأخلاقي لسكان هذه المنطقة أنه يفوق ما هو عليه في رعايا في إفريقيا الشمالية، وأنهم متعلقون بدينهم وبقيمهم وعاداتهم البدائية حسب تعبيرهم بالطبع، وأن وضعهم الاجتماعي يكشف عن حضارة أرفع من حضارة أسلافنا في القرون الوسطى. إذن كانوا يلاحظون إلى أن هذا المجتمع أنه متشبث بقيمه وبأصالته وبحضارته. على أي حال سيبدأ طبعاً جزافي كوبولاني اللي هو رائد ومؤسس هذا المشروع، ونعرف من هو جزافي كوبولاني، شاب نشأ في الجزائر يتحدث اللغات العربية، يعني عنده ثقافة في العلوم الشرعية، ومؤلف كذلك ألف كتاباً عن الطرق الصوفية، وإذن فكان شخصاً مؤهلاً لاختراق هذا المجتمع وللقيام بهذا الدور بطبيعة الحال بحكم تكوينه ونشأته في محيط تقريباً منقارب ويقترب كثيراً من المحيط والمجال الموريتاني. وطبعاً بحكم هذه التقارير التي أشرنا إلى أنها وصلتهم عن هؤلاء السكان، وربما كذلك بحكم طبيعة مهندس هذا المشروع اللي هو جزافي كوبولاني، الذي يقنا بأنه أسس ألف كتبا عن الطرق الصوفية، وكان مرتبطا بعض المشايخ، ويدرك تأثير الشخصيات الدينية وتأثير الدين بشكل عام في هذه المجتمعات، اختار أن يدخل هذا المجتمع، وأن باستخدام طبعا جانب الفتوى وتوظيف الدين في هذا الجانب. فمعروف بأنه قابل الشيخ سيدي يباب والشيخ سعد بيه، ووجه سؤالاً لهم، كان سؤالاً موجهاً بطبيعة الحال، كانت إجابته كأنها محددة: هل ينبغي للمسلمين أن يجاهدوا النصارى في أرضهم بها غير متعرضين لهم في شيء من دينهم، بل يساعدونهم على اتباع الدين بنصب القضاة وما أشبه ذلك، وهذا مع علم المسلمين أن لا قوة لهم على الجهاد كأهل الجهة القبلية من أرض المغرب؟ أقصد هذا المجال. إذن فسؤال محدد وإجابته كأنها واضحة. وطبعاً بطبيعة الحال الشيخ سيدية الذي كان متشوف إلى الدولة، ونحن نعرف بأن هذا المجال، مجال الشنقيطي عموماً وضفة مجال الموالي ضفة النهر، كان يعاني في ذلك التاريخ من وضع سياسي خاص، فغياب الأمن، فانتشار السيبة، الصراعات الأميرية بين الإمارات داخل الإمارات نفسها، هذا خلق واقعاً
من عدم الأمن، من عدم الاستقرار، جعل الكثير يتوق لوجود سلطة توفر الأمن، تضمن الاستقرار. كما أن الشيخ سيدي يبابا كان في ذلك التاريخ كان ربما يقارن وضع الضفة اليسرى للنهر منطقة سان لوي، حيث كان الوجود الفرنسي التجاري، وكان فرنسا بالطبع حريصة على توفير الأمن في هذه المنطقة. لم يتحول بعض وجودها، لم يتحول بعد وجودها من وجود تجاري إلى وجود استعماري. كان يقارن هذا الواقع وكيف أن هذه المنطقة شهدت ازدهار وشهدت عمران واستقرار وأمن، استتب فيها الأمن. ربما كان معايشته لهذا الواقع واطلاعه على هذا الواقع كان هو السبب في هذه الإجابة، التي في واقع الأمر هي تنطلق من تشوف العلماء والفقهاء في هذا البلد لوجود سلطة مركزية، إدراكهم لأهمية وجود سلطان مركزي، وكذلك لواقع السيبة وغياب الأمن، وكذلك تجربة قياساً على تجربة كذلك منطقة النهر التي وجد فيها المستعمرون الفرنسيين منذ فترة وكان يسود فيها مستوى من الأمن. هذه الموجهات ربما كانت هي الدافع والتي أثرت في الشيخ سيدي يبابا، فرد برده جوابه المعروف. الجواب أنه يتعين على المسلمين في هذه الحالة أن يهادنوا النصارى ولا يقصروا فيما يجلب لهم العافية، ولا يتعبوا أنفسهم بالمحاربة كما تشهد له قواعد الشريعة. إذن بطبيعة الحال الشيخ سيدي هنا ينطلق من تقدير موقف من اجتهاد، وبطبيعة الحال ينظر من زاوية ما يمكن أن يوفر مستوى من الأمن، مستوى من الاستقرار، وأعتقد من الإسلام والأجداء النظر إلى موقفه انطلاقا من هذه الرؤية وليس شيئا آخر. فهو يشير إلى أن هذه البلاد الصحراوية منذ قرون في سيبة ما كان يرجى زوالها قبل هذا الأمر، ولا يخفى ذلكم كما لا يخفى أن ما يتخيل والله يتخيل في بعض الأوقات من زوال سيبتها غير حقيقي. إذن كانت في كل مرة تشهد إحدى الإمارات مستوى من الاستقرار السياسي، وبعض الحالات كذلك حتى الفقهاء كانوا يبالغون في إبراز هذا مستوى الأمن والاستقرار، إذن ويتشوفون ويأملون أن توجد سلطة مركزية، أن يوجد نفوذ مركزي، لكن مع ذلك يقول ما في من زوال سيبتها غير حقيقي، ولا يرتفع فيه التقاتل والتناهب والتظالم، وإن كان في بعضها أكثر منه بالنسبة إلى بعضها. طبعاً هو يشير إلى نسبية طبعاً هذه المسألة، وأن بعض الأقاليم قد تكون مستوى السيبة فيها أقوى من الأقاليم الأخرى. وعموماً ويقول ولا يخفى ما في السيبة من المفاسد، والعيان فيه مغني عن البيان، وإلى ما في كلام العلماء والحكماء مثل قول مالك والثوري سلطان جائر 70 سنة خير من أمة سائبة ساعة منها. طبعا على أي حال كان هذا تقريبا هو موقف الشيخ سعد وبي، وهو كما أشرت ينطلق من تقدير واجتهاد لما يمكن أن يوفر مستوى من الأمن، مستوى من السلطان المركزي في هذه البلاد التي كان الفقهاء وكان العلماء عموما يتشوفون إلى هذا السلطان وإلى هذه السلطة المركزية. بطبيعة الحال كان هنالك رأي آخر، وستتحول مسألة الفرنسيين ودخولهم ومسألة النصارى إلى نازلة ستثير الكثير من الفتاوى وسيكتب حولها الكثير، وسنجد مجموعة من طبعا الفقهاء والعلماء التي لا ترى هذا الرأي وترى على العكس من ذلك أن الجهاد متعين ومواجهة هؤلاء. يقول الشيخ سيد محمد بن حبت بعد أن سرد الأدلة المرغبة في الجهاد: يتعين على كل أحد إذا احتل الكفار بلدا من بلاد المسلمين، أنه باطن الجهاد متعين إذا احتل الكفار بلدا من بلاد المسلمين، ولا يسقط فرضه خوف محارب أو لص. ومن قال إن قتال المحاربين أفضل من قتال الكفار، إن حمل على ما إذا لم يكن ضررهم أشد ولم يكن الجهاد واجبا، وذلك فيما إذا حميت أطراف المسلمين وسدت ظهورهم كان محل اتفاق، إذ لا يسمع أحد أن يخاف في ذلك إن كان واجبا وكان ضررهم أشد، لقاعدة إذا اجتمع ضرران ارتكب أخفهما. واعتبر أن المهادنة التي أبرمها بعض الفقهاء مع الفرنسيين أنها باطلة، لأن منافعها معدومة وضررها كبير، وهذه المهادنة فاسدة ومنقوصة لتعين الجهاد على من وقعها، ولأن منفعتها عائدة على الكفار ووبالها على الإسلام كما هو مشاهد. نعم.
وطبعا نفس الاتجاه يذهب الشيخ ملعينين الذي يعتبر طبعا من احد ابرز القائلين بوجوب الجهاد، واشار ذلك في فتواه في كتابه هدايه من حار في امر النصارى، الذي يقول فيه ان النصارى اذا خرجوا بامر السلطان الذي له عليهم شوكه والعالم بأحوال البلاد وأهلها أو بأمر من مسلم آخر له حيلة على دفع ضررهم، فالسمع والطاعة حينئذ، وإلا فإنه يتم دعوتهم إلى الإسلام، فإن رفضوا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإلا فالقتال هو الفيصل بين الجميع، وما يتم أخذه منهم أثناء الحرب فهو حلال عنده ولا يرى وجها في تحريمه. وسنجد كذلك حتى بعض الفقهاء يدعو لمقاطعة الفرنسيين ويؤلب ضدهم. نجد مثلا في رساله لكبولاني يخاطب فيها الفقيه محمد بن عبد الجليل، كتب اليه يقول: عندما اعلنت لكم قبل 5 أشهر نيابه عن الحكومه الفرنسيه من اجل سلامه الجميع وامن التجاره اننا سنتولى الاداره الفعليه لبلاد البيضان التي كلفنا العلي القدير بحمايتها من اي هجوم، وخاصة ضد النهابين ذوي النوايا السيئة، رأيت فيكم رجال خير جعلتني صفاتكم كرجال دين وأداب، آملوا أن أكون غير مخطئ في الاختيار، وكنت مقتنعا أن ولاءكم سيكون خالصا وأن حرصكم على العيش في أمن ومشرفين ومحترمين كان كذلك. ويبدو أن كل ذلك كان خطأ، هذا هو محل الشاهد، فأثناء غيابي لم تحاول فحسب توحيد المحاربين ضدنا، بل كنت الدليل والسند لدوعيش ذوي النوايا السيئة والعدوانية تجاهنا، وآمل أن يكون كل هذا غير صحيح رغم امتناعكم عن المجيء وتحية الحاكم العام، ويعتبر طبعا على ذلك دليلا لا يقبل الشك. لقد آن الأوان لمعرفة الحقيقة ومواصلة لمهمة السلام التي أسندت الحكومة إلي، فإني أتوجه إلى الشمال بغية تنصيب الفرق وأخذ الإجراءات اللازمة لتوفير سلام دائم لأصدقائنا ومعاقبة أعدائنا. وإذا كنتم كما أرجو تنتمون إلى المجموعة الأولى فاتصلوا بي فورا لتتسلموا مكانكم في بلد البراكنة وتزرعوا أرضكم وتتنازلوا غدا عن علاقاتكم مع أعدائنا، وستنالون جزاء ذلك خيرا، وفي الحال المعاكسة فسأكون مضطرا مع أسف العميق إلى اعتباركم عدو وإلى أخذ الإجراءات الخطيرة المترتبة على ذلك. إذن في مستوى كبير من التهديد، وكذلك يبرز في الرسالة التبرير الإيديولوجي والتبرير الذي يطلقه كبولاني بأنهم جاءوا لاستتباب الأمن لتوفير السلام. نعم، وطبعا في نفس هذا الاتجاه المقاوم يذهب عند المختار ولا أحمد اللمبالة طبعا، الذي حتى يثار حتى مسألة حكم زكاة المجندين، حكم زكاة المجندين المحليين اللي هم قوميات للجيش الفرنسي، كان زكاتهم تعتمد، وطبعا ويقول كذلك بوجوب الهجرة. ولا شك أن هذه البلاد التي نحن فيها ثبت لها هذا الحكم الذي هو وجوب الهجرة عليها، وجوب الهجرة عنها لاستيلاء النصارى عليها وكثرة الفساد فيها، فيجب على كل مؤمن بها أن يخرج منها ويتركها ولو كان يمشي على رجليه، بل لو أدى إلى مفارقة عياله وأمواله وجميع أهله. ولا حجة لمن قال إن جميع البلاد صائر للنصارى وملكها، لأنه من البلاد ما لا تكون دار كفار كمكة والمدينة واليمن ونحوها من سائر أرض الحجاز. وأيضا فإن كل بلدة لها إمام يقيم فرض الجهاد فهي جديرة بأن يهاجر إليها من أرض ليس بها إلا النصارى وعبيدهم. نفس الموقف طبعا لسيدي مختار لمحمد عيننا والأحمر الهادي، واللي يشير كذلك إلى فرض الجهاد في هذه البلاد. ونعم، وكذلك ترجيح مسألة الهجرة عن هذه البلاد. ونشير النص أدبي للحسن الحساني لأحد هؤلاء بعد أن سيطر طبعا تم احتلال أدرار من طرف غورو، يحكي جانبا من الهجرة يعني رغبته في أن يعيش في مكان لا يوجد فيه هؤلاء النصارى. يقول: حرمني الرب من النار عاقب دم الصوع الكفار، مرقني كل نل، يقصد غورو ديار، مرقني كل نل ديار ما نتخمم عنها نرحل،
قست طار وجاني فطار وتركت طار الكولونل قست التل ولاني باضيه ما نبغي كنت نقيس التل يا غير بلد كامل ما فيه كولونل إلا متعدل. إذن فهو لا يريد أن يعيش وأن يقيم في مكان فيه كولونل، يقصد غورو طبعا، فهذا تجسيد لهذه الآية. وعموما إذا أردنا أن نتناول مراحل هذه طبعا المقاومة نشير إلى المرحلة الأولى التي تبدأ من سنة 1903 إلى 1905، وكان مجالها أساسا بلاد ترارزة والبراكن وتقانت منطقة الرقيبة، وطبعا شهدت مجموعة من المعارك. ويلاحظ في هذه الفترة أن المقاومين كانوا يستخدمون أسلوب الكمائن والغارات الخاطفة وغيرها. ونعم طبعا في هذه الفترة يعتبر الحدث الأبرز بلا شك بعد اغتيال واستشهاد الأمير بكار السويد أحمد في مستهل إبريل سنة 1905 في معركة بوغادون. سنجد أنه بعد أقل من شهر ونصف، وربما كما تشير بعض المصادر انتقاما لهذا الأمير وأخذا لثأره، سيتم اغتيال رائد وصاحب وفكرة ومشروع استعمار موريتانيا اللي هو قزافي كابولاني في تجججة في 12 مايو سنة 1905. إذن خلال هذه المرحلة يمكن القول بأن هذه الحدثين وأبرازهم مع مجموعة من طبعا الوقائع والمعارك خلال هذه الفترة منها ميلان وغيرها من المواقع. طبعا قصد المرحلة الثانية 1905 طبعا هي اللي في معركة ميلان 1905 إلى 1912، ونجد أن هذه المرحلة أغلب وقائعها معارك تمت في تقانت وأدرار وقجوجة وقيديمالا والبراكنة ومناطق من أوفلة طبعا، وشهدت كم هائل من المعارك. نجد أنه سنة 1908 يتم الحديث عن أكثر من 135 عملية ما بين إغارة و يعني عمليات كثيرة خلال هذه الفترة، وإن كانت ستشهد بطبيعة الحال كانت هذه العمليات الكبيرة مع ذلك سوف لن تنجح في مواجهة والوقوف وصد هذا الهجوم، وسيتمكن الفرنسيون من احتلال أدرار وإعلان هذا الإقليم مستعمرة بالكامل. نعم ونعم عموما إذا أردنا أن نقدم بعض المعطيات الإحصائية والتي نرجع فيها لبعض المعلومات التي جمعها بعض الباحثين المهتمين بهذا المجال، سنجد بأن عمليات المقاومة المسلحة أنها دامت أكثر من 3 عقود، وتقريبا غطت أغلب والله كل مجال شنقيط مجال موريتانيا الحالي، ووجد حدود 97 معركة في مختلف مناطق هذه البلاد. خلال بعضها حدود 6 من هذه المعارك كانت معارك قوية وقتل فيها قادة ميدانيين فرنسيين، أزيد من حدود 6 كانت يعني معارك نوعية وبعضها كان دون ذلك. نجد أنه من فترة من 1903 إلى 1920 بلغ عدد القتلى من الفرنسيين والمجندين حدود 603، بينما كانت خسائر المقاومة في حدود 960 شهيد. طبعا أراد مفارقة التسليح، ولم يؤثر من المقاومين خلال 17 عاما إلا القليل وفي 3 معارك متفرقة. سنجد كذلك أنه طبقا لبعض المصادر أن الخسائر البشرية نعم حتى حدود السلانيات تقدر ب 1062 شهيد و 645 من المعسكر الآخر. نجد بعض الفرنسيين حتى يحصي الضباط الذين قتلوا في هذه المعارك حدود 21 ضابط فرنسي قتلوا في مناطق أدرار والساحل في فترة من 30 دجنبر 1908 إلى 14 مارس 1932. نعم 21 ضابط فرنسي خلال هذه الفترة في هذه المنطقة. نعم وإلى ما هنالك. عموما مع ذلك سنجد أن فرنسا رغم أنها كانت تفكيرها أنها تحتل هذا البلد بالطرق السلمية كانت تسميه التوغل السلمي، كانت تسعى أساساً مثلاً ضم ربط مستعمراتها في شمال إفريقيا وغربها
لم تكن تفكر بأنها ستواجه بمقاومة قوية وعنيفة بهذا المستوى من العنف ومن القوة، كانت تعتبرها مسألة سهلة. وبطبيعة الحال كان كذلك فارق التسليح كان كبيرا جدا. مع ذلك سنجد أن السيطرة على هذه البلاد، أن احتلال هذه البلاد أنه كلف فرنسا الكثير، وكما أشرنا من خلال هذه المعطيات وهذه الإحصائيات، وأكثر من ذلك، وهذا ما سنلمسه في مجال آخر ما يتعلق بالمقاومة الثقافية وإن كانت ستكون حديث جلسة أخرى، سنجد كذلك بأن سعي فرنسا لاختراق هذا المجتمع كان يواجه بقوة ولم تنجح بحكم قوة هذه المقاومة الثقافية، لم تنجح فرنسا في فرض هيمنتها في نشر ثقافتها. ونحن نعرف بأن الاستعمار الفرنسي كانت جانب اللغة فيه، وفرض الثقافة الفرنسية واللغة الفرنسية كان جانبا جوهريا وأساسيا. مع ذلك بقي تأثير هذه اللغة، تأثير هذه الثقافة محدودا خلال فترة الوجود الفرنسي على الأقل في هذه البلاد. يعني كما أشرت سابقا قلت بأنها مجرد مداخلة، مجرد إثارة. اخترت أن أبدأ والله اختار القوم أن أبدأ بها، وإن كنت لست أهلا طبعا لأن أكون هو الأول المتحدث، وأستسمحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.